متابعات بس النارة، اليوم ان شاء الله راح اباشر معكم بشغل جاكيت للاطفال تريكو. راح اشتغله انا لعمر 7 سنين، ممكن تصغري ممكن تكبري حسب الياس اللي عندك. وقبل ما اباشر بالحكي عن التفاصيل، بحب اني ارحب بالمشتركات الجدد اللي منوروا القناة. اهلا وسهلا فيكم، اسعدتوني باشتراككم، اسعدتوني بتعليقاتكم الحلوة، ان كان على اليوتيوب ان كان على الفيس، من خلال المنشورات اللي عم بنزل على المجموعات. شكرا كثير لكم، صدقوني دافع كثير كبير للاستمرارية، بحيث اني اهم شيء اقعد وما اتكاسل اني اصور. وبحب اني اقول لكم كمان انا جاهز لاستفساراتكم، ان كان بطرح موديل ان كان بطرح فكرة. بحب اني اتشارك معكم الافكار، بحب اني نتعاون اي فكرة جديدة ممكن انا ما اكون مطلع عليها، لاني انا بطبيعتي بهالحرفة بحب اني اواكب كل ما هو جديد. يعني نشيطة بالبحث عن كل شيء جديد بهالحرفة، لاني انا اصلا ما بسميها حرفة، انا بسميها عالم الجميل. ليش؟ لان فعلا بستمتع وانا قاعدة عم بشتغل، إن كان بستمتع بالحياكة، بستمتع بالألوان، تداخل الألوان، القطب. يعني فعلا أنا بالنسبة لي هذا هو عالمي الجميل، هو عالم السكينة. يعني في حال بدي أقعد أروق، فأنا بقعد بمسك السياخ وبحط خيطاني قدامي وبطلق العنان أفكاري. لذلك قناتي جاهزة لاستفساراتكم، صفحتي على الفيس جاهزة لمشاركاتكم، إن كان تورجينا شغلك، إن كان تورجينا شيء جديد نزل، تطرحي أسئلة، تطرحي أفكار. أنا بيسعدني هذا الشيء. ورابط الصفحة بصندوق الوصف راح تلاقيه، اطلب سنارة مع منار. كمان صفحتي على الانستغرام رابطه موجود بصندوق الوصف. خلونا نبلش. للمتابعات القديمات بيعرفوا صار أنا كيف بأخذ القياسات، لكن للمتابعات الجدد رح أرجع وأعرض طريقة القياس، واللي هي أول شيء أنا الجاكيت هو عبارة عن لونين أو خيطين سادة وملون. طبعا أنا طبقتهم تطبيق هدول، فأنا عندي نقشة بذهني. يعني نقشتي بحاجة هي بتنشغل على السادة، لكن الأحلى أنه تنشغل على الملون. فأنا نقيت الخيط الملون وضليت أشوف يعني تدرجات الفضي أي أكثر شيء لبق على الخيط اللي عندي، ونقيت بالآخر هذا اللون. يعني بالنهاية عندي الريب اللون الفضي السادة، وباقي البدن والأكمام رح يكون بهذا الملون. ماشي، كطبيعة خيط هو أنا بصراحة أول مرة بشتغل فيهم كنوعية، يعني أول مرة بشتغل فيهم ما بعرف شي عنه، يعني عن كبرته للخيطان. لكن نقشتي أنا بعرف يعني عندي فكرة عنها أني بتعطي سماكة. تمام، يعني بالأساس أنا بعرف أني هي بتعطي سماكة، لذلك كان اختياري للخيط انه يكون رفيع. ليش؟ انا بدي اشتغل جاكيت وهي راح تعطيني سماكه، كاني يعني نقشتي عباره عن كاني خيطين طوقتيهم مع بعض. تماما، كاني خيطين طوقتيهم مع بعض. يعني لما اخترت الخيط انا بعرف حالي يعني كيف راح تطلع القطعه. ماشي، انا لقيت الخيط الرفيع لاني راح تسمك القطعه. في حال انك بفرض جبت خيط تخين، فيعني بصراحة هاي النقشة على الخيطان التخينة يعني أنا برأيي لا تصلح غير للبطانيات فقط، لأني بتعطي سماكة دبل يعني مباشر، مثل القطبة الإنجليزية. شلون القطبة الإنجليزية بتعطي سماكة؟ وهاي نفس الشيء. نقيت خيطي هذا مرشح لي 3 و4 كأرقام نمر، وهذا مرشح لي 2.5. تمام، بما انه هذا راح اشتغله وراح تسمك معي وكاني مطوقه الخيط، فهذا راح اشتغله على طاقين بدايه مباشره. راح اشتغله على طاقين ليش؟ لاني لا يناسب النقش اللي بدي اشتغل فيها. ماشي، اي شغله.
فهذا طوقته، وهذا يعني النعشة هي كأني عم بتطوق القطعة. شلون بدي اخذ القياس؟ انا عملت عينة 20 قطبة، وبرجع بقول لك للي بتحب تشتغل بالسنتي بتاخذ قياس ال20 قطبة كم سنتي طلع، تاخدي محيط دوران الصدر والظهر مع بعض، تاخدي الميزورة، خليني اطالع الميزورة. بتاخدي دوران الصدر والظهر على الشخص اللي بدك تشتغلي له، بتاخدي الدوران تلفي عليه على صدره وظهره، وبتحطي اهم شيء هاي النقطة، هاي النقطة كتير مهمة، بتحطي 4 اصابع هيك فوق منطقة الصدر، 4 اصابع هيك بشكل عمودي فوق منطقة الصدر، بكل محيط دوران بدك تاخدي، ان كان للكبار ان كان للصغار، كان للبنات ان كان للصبيان، بتحطي هال4 اصابع. ليش؟ للبنات في منطقة الصدر بتكون هي اعلى، للصبيان ممكن ان يكون او للرجال ممكن ان يكون له يعني بطن، ممكن انه الاطفال الصغار يكون حتى كمان لهم بطن هيك منفوخة اكثر من صدرهم وظهرهم. يعني احسن ما اخذ محيط الدوران عند منطقة البطن واحسب عليها قياس البدن على اساس محيط دوران الصدر والظهر، لا باخذ بهذا الشكل، بلف من تحت القبط، بوقف 4 اصابع فوق منطقة الصدر، وللصغار وللكبار، للبنات وللشباب وللرجال 4 اصابع فوق هذا، وهون بحسب انا شو صار عندي هذا المحيط، تقسيم 2 بيطلع عندي عرض الظهر عرض الصدر، تمام؟ طلع عندي العرض، انا هاي ايش قد طلعت عندي كم سنتي مثلا، كذا سنتي فرضا، هلا هاي مثل هاي طلعت عندي 11 سنتي، 11 10 10 سنتي على الضبط. بدي اعرف هون ايش قد بدي يطلع عندي غرز، عندي 20 قطبة 10 سنتي اعطاني 20 قطبة، ايش قد عندي هون العرض فرضا 40 سنتي، كل 10 سنتي عطاني 20 قطبة، كل 40 سنتي شد بيعطيني سين جداء الطرفين بالوسطين، بيطلع معي عدد الغرز اللي بدي أباشر فيها للأكمام كله على هالعينة تشتغلي، ماشي؟ بالنسبة لإلي أنا الميزورة مي وحدة قياس عندي بشغل الصوف نهائيا، اللهم بمحيط دوران الرأس ومحيط الخصر ممكن يعني، لكن او حدا عم بشتغل لحدا بعيد عني بعت لي قياسات بالسنتي. هلا انا قطعه قدامي بحب اشتغل قطعه على قطعه، بحب اقيس الشخص اشوف بقيسه، شو قدك يا اطول؟ بدي اياها نفس الطول، ماشي. شو قدك يا اعرض؟ بدي اياها اعرض باصبعتين. شو قدك الاكمام اطول؟ بدي اياهم نفس الطول. شو قد بدك اعرض؟ بدي اياهم اعرض باصبعه. بسجل كل شيء بده اياه بسجل، او حسب هلا طفل صغير هو ما بيعرف ايش بده، انا بسجل مثل ما بشوف المناسب لإله، ماشي. قررت هلا علي انا اشتغل اشوف العينة، عينتي هاي هي 20 قطبة، بحطها بداية بسم الله، بفرده لا بشد ولا بزم، هاي اهم شغلة، بحطها بهذا الشكل من البداية، بقلب، هاي شو صار عندي 20 قطبة، بقلب بفرد، شو صار عندي 40، بقلب، طبعا انا هون ما بحرك النهاية، هاي ما بحرك، بحافظ عليها مشان ما يحاول قدر الامكان ما يختلف علي عدد القطب، بفرد شو صار عندي 20 40 60، برجع بقلب، شو صار عندي؟ ما اخذت كل العينة، شوفي نص اخذتها، معناتها صار 70، 70 بدي اياها انا نفس القياس، معناتها 70، لا انا عم بعمل هلا جاكيت، هلا انا عم بعمل جاكيت، لا انا بدي اعرض، رح اخذ عينة كاملة، تمام؟
راح اخذ عينه كامله. يعني اذا بفرض بدي البس هالبلوزه تحت الجاكيت ما راح يرتاح، ليش؟ اذا اثنيناتهم اقياس بعضهم. انا بدي اياه اعرض، راح اخذ العينه كامله، يعني صار عندي 80 قطبين. وانا بشتغل بالجوز بقول يعني 40 جوز، يعني 10 20 30 40 جوز. تمام، البداية عندي معناتها من هون من عند الريب راح أباشر ب40 جوز. أنا من كل هالشغل والعينة بهمني أعرف البداية فقط، وباشرت أنا ب40 جوز. هاي بسم الله باشرت ب40 جوز وعلى طاقين الشغل. والسياخ اشتغلت على 3.5 والنقشة على 4. تمام، النقشة على 4. طبعا هون انت بدك تكوني مثل ما قلت لك تتدرجي بالنمر، يعني عندك نمرتين لس هون. هذا مقترح لي 3 و4. اول شيء بتجربي على 3، نقشة عجبتك على 3 والله سميكة شفتها، يعني تحمل شوي ارقق فيها، اشتغلي على النمرة اللي اعطيك اياها الثانية على 4. على 4 تمام، اعتمدتي خلص، على بناء على عينت الأربعة أخذت قياس وباشرتي على هالأساس. بنقول بسم الله. شوفي الطول، بقيت لي قياسات الطول، الحردات، هالقصص أنا بعتمد على القطعة اللي قستها. هاي مسطرتي بالشغل، بس أخلص الظهر أول قطعة بشتغلها هي الظهر، وبس خلصت الظهر كل بقية القياسات عندي بتصفي على الظهر. بداية هي 40 جوز أو 80 قطبة، اشتغلت ريب مفرد، قطبة لتحت قطبة لفوق، خلصت صار عندي الطول تمام. ضل لي هلا وين أنا؟ على دور الوجه. ضل لي هلا بدي أشتغل آخر دور من ريب، آخر دور بدي أشتغله، وانا بصير خلص تقصير على وجه الشغل وادخل اللون الجديد بهذا الدور. وبرجع بقول دائما طالما في لصطيك، ريب هو لصطيك، فانا هالخطوة قاعدة عامة بشتغل عليها اني بزيد بهذا الدور، اخر دور بريب اللصطيك، الاصغر للكبار للبنات للستات كله بزيد بهذا الدور، ان كان على الاكمام ان كان بالبدن بزيد. وبرجع بقول لاني الريب بيقلب، اذا كانوا نفس القياس بيقلب، بيكسر وبيقلب مع الايام، مع الاستخدام بيكسر وبيقلب. لذلك بهذا الدور هلا انا بدي اشتغل دور وادخل اللون الجديد واباشر نقشتي، فبهذا الدور انا بزيد. وانا عملت قاعده عامه لإلي بانه للصغار بزيد كل 5 قطب والسادسه، وللكبار كل 7 قطب والثامنه. ويعني ممكن اني اعدل في ايام مثلا انه اشوف نقشتي بتزم كتير فاني اساوي كل 4 قطب، ممكن ان نقشتي بتفرد كتير اساوي كل 7 قطب. يعني هاي يعني ممكن هالتعديلات هاي من جاكيت لجاكيت من نقشة لنقشة يعني ممكن انه تصير. هون انا عم بشتغل لطفل، رح اشتغل كل 5 قطب وبالسادسة أزيد. شلون الزيادة؟ بسم الله، أول قطبة أنا دائما بسحبها، 2، عم بشتغل لصيق، 3، 4، 5. إيش صدفني؟ خلفية، يمكن هلأ شوي اللون غامق ما رح يساعدنا كتير، لكن إيش صدفني؟ خلفية، اللي علي إني أقلب خيطي وآخذ القطبة، مو القطبة نفسها اللي بدي اشتغل فيها بالعادة، لا اللي تحتها، ماشي، بشتغل قطبة بطالع قطبة لفوق وما بسحل، القديمة ما بسحلها، برجع بشتغلها وبصير صار عندي زيادة، صار عندي قطبتين تنتيناتهم لفوق، ما تغير معي باللصيق شي، تابع انا.
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. اجى دور الزيادة، كمان صدفني لفوق، بقلب خيطي، بنزل بالقطبة اللي تحت وبرجع باخذ القطبة الأساسية، وصار عندي قطبتين بقطبة واحدة. شوفي طرق الزيادة عديدة يعني، لكن بالنسبة لي أنا بهذا الدور هاي عاملتها قاعدة بشتغل عليها، تمام؟ يعني ما بغير من قطعة لقطعة، بس في حال اللصيق، شوفي بس في حال كان الريب لصيق، في حال كان الريب ما هو لصيق، يعني في عنا أنواع من الريب ما هي لصيق، مثل القطب المرينة، مثل حبة الرز، ما هي لصيق، يعني هي ريب لكن ما فيها مطة، لذلك ما بزيد يعني من بعد الريب اللي ما فيه لصيق ما بزيد، لكن بالريب اللي فيه لصيق فقط بتبع هاي القاعدة. برجع بعيد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. اللي علي إني أشتغل كمان صدفني خلفية، اشتغلت قطبتين. ممكن يصدفك قطبة خلفية قطبة أمامية، ممكن يصدفك كلهم أماميات، ممكن يصدفك كلهم خلفيات مثل ما هلا عم بيصير معي أنا. برجع بنزل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بنزل لتحت بس دور واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. بنزل لتحت، كله عم بصدفني خلفي، بنزل لتحت قطبة واحدة، تمام؟ وبشتغل القطبة الأساسية بعدين، كمان واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. شايفة؟ ما سحلتها. ولآخر دور. تمام؟ رح أكمل للآخر وبشوفكم إن شاء الله على وجه الشغل مع لون جديد. خلص دور الزيادة كله، تمام؟ رح ندخل اللون ونباشر النقش مباشرة من بعد اللاستيك، النقش بتباشر، وبنفس الوقت بدك تنتبه على شغلة اني النقش شوي بأول دور ممكن تكون يعني رح تغلبك، لأني في فرق نمر، فقط لأني في فرق نمر، يعني هاي النمرة أقل بنص نمرة، لذلك ممكن شوي تعذبك لبين ما تاخدي القطبة، وبعدين يسرى جدا جدا وسهلة. واهم شيء للصبايا اللي كتير بيسالوا عندي خيط ملون ما عم بعرف ايش اسوي له نقشه، على فكره النقشه للكبار للصغار للبنات للصبيان حتى بالساده كتير حلوه، لكن بشوفها بالملون يعني بتطلع ازرق. رح ابدل النمر ورح اشتغل هلا على نمره أربعة، تمام؟ بسم الله. هاي خيطي، ما رح اقطع الخيط هلا، انا هون هذا الخيط ما رح يلزمني غير فقط للريب، يعني ممكن هلا اقص وخلاص اترك مجال بس للخياطه اذا بدي اخيط الريب بعدين يعني، لكن هلا مبدئيا ما رح استعجل على القص، لربما صارت عندي شويه مفاجات لقدام، يعني بحسب حساباتي، بترك شويه خيط وبباشر. افرجيك النقشه على عيني اول شيء، اسمها ما بعرف بصراحة، يعني أنا ما أبدا حفظ أسماء النقشات خارج إطار اهتمامي، يعني أنا بحب أعرف النقشة وما سبق أني سألت لا على اسم هاي ولا غيرها، يعني هن كم نقشة أول ما باشرت أتعلم، يعني كنت صغيرة كتير حتى أني ما بذكر أيمت تعلمت أول نقشتين ثلاثة وأسماءهم، وبعدين بصراحة شفتها شغلة طويلة صارت صب تركيزي فقط على التقنيات، يعني بحب أعرف المهارات بالشغل حتى أسماءهم بدون ما أعرف أسماءهم، كان طرق كان حتى أسماء مصممين حتى، يعني موضوع الأسماء أنا
ماني شاطرة فيه، لكن إذا حدا بيعرف اسمه ممكن يكتب لي بالتعليقات. هاي هي النقشة، كتير جميلة على الشغل، بتعطي سماكة كتير حلوة بالذات للخيط الرفيع. وبداية رح أترك شوية خيط، وبتحبي تعقدي بأول الشغل بتحبي لا، أنا بفضل إني ما أقعد بالبداية وبعد فترة إني أقعده، أو بجوز لآخر الشغل يعني آخر شي وأنا عم بنظف الخيط وعم بخيط إني أشتغل هالشغلة. أول قطبة رح أشتغلها كون إجباري، يعني ما في مجال من شغلة أول قطبة، ولا مو الغاية إني أعمل القطبة حافة. تاني قطبة بدك تطلعي بين القطبة بين القطبتين، هاي قطبة وهاي قطبة، تمام. تاني قطبة بدي أفتح شوي الشغل بين القطبة والقطبة، مو بهذا الفراغ، لا مو بهذا الفراغ، بدك تنزلي لتحت دور واحد وتاخدي بيناتهم. شوفي هاي القطبة وهاي قطبة، هلا هون صار في قطبتين جنب بعض زيادة، هاي قطبة وهاي قطبة. في هون شايفة هذا الخيط الواصل بيناتهم، بدك تنزلي تحته، تمام، وبتشتغلي قطبة وبتطالعيها. هلا القطبة الأساسية، طبعا هلا لا تشوفي أنا عندي خيطين هون، هي قطبة واحدة، بتسحبيها بهذا الشكل بدون ما تقلبيها، تمام، صاروا قطبتين بنفس المكان، لذلك عم بيعطي السماكة للخيط. نرجع، هاي قطبة وهاي قطبة، رح أدخل بيناتهم، في بيناتهم هون خيط، ماشي، رح أدخل بيناتهم وأطلع وأسحب قطبة. القطبة هاي اللي أخذت من بيناتها أسحبها على السيخ التاني، برجع هاي قطبة وهاي قطبة. طبعا هلا أنا وين؟ بوجه الشغل، قلت لك أول دور شوي بده يكون غلبي أكثر من غيره، ليش؟ بفرق، بسبب فرق النمر. اشتغلتها طالعتها، والقطبة هاي لسه ما سحلتها بسحبها، برجع هون بشتغل بطالعة بسحب. شايفة؟ بيصير عندي قطبة انشغلت بين القطبتين والقطبة الأساسية مسحوبة. بتابع هون، وبسحب، رح أكمل أنا الدور للآخر بهاي الطريقة هيك. وعلى فكرة أسهل إذا كان هذا الخيط بهالطرف اليسار، أسهل بكتير، لكن رح أكمل هلا للي لسه ما بتعرف تشتغل الخيط بالطرف اليسار، رح أكمل أنا هيك الدور، ماشي، أعبي كل القطب هاي وأنتقل على دور الطرف الخلفي لنشوف شو بدنا نشتغل، وبرجع بشتغل كون إني هذا أول دور شوي فيه غلبة، رح أشتغل معكم دور تاني بتكون النقشة صارت على الخيط الأساسي، يعني الخيط البدن، وبصير إن شاء الله أسهل أو واضحة أكثر الغرز، والخيط اللي بين الغرز بصير واضح أكثر. رح أخلص هالدور أرجع دور القفا، وبعدين إن شاء الله بشوف. خلصت هلأ دور الوجه كامل، إجي دور القفا، اللي علي إني أشتغل قطب خلفية. هاي أول قطبة إجباري عم نسحبها، بتكون واحدة لوحدة يعني لأني ما حسنا نلف عليها. تجينا الثانية، في قطبة سحبناها وقطبة لفينا فوقها، هاي القطبة المسحوبة
وهاي القطبي اللي لفيناها، هاي وحده وهاي المسحوبه. لسه هلا اول دور باين ليش لسه القطبه سحبناها من اللون الاساسي، من لون الريب يعني قصدي. ماشي، بشتغلهم قطبه خلفيه اتنين هاتول مع بعض، قطبه خلفيه، وما بدك تشدي ايدك لاني هي القطبه اساسا لافه على بعض. في عندي هلا قطبه هون، وهي القطبة الثانية. القطبة المسحوبة والقطبة اللي لفينا فوقها. تمام، اللي بعدها يعني كل قطبتين مع بعض. اللي زدناه بالدور الأول بالدور الثاني رجعنا أخذناه، رجع العدد نفسه. أول مرة دوبلنا العدد وهلأ رجعنا مثل ما كان. هاي هي القطبة فقط لا غير. شوفي على سهولتها، وعلى فكرة القطبة كتير ممتعة بالشغل. يعني هلا ممكن عم تشوفين عم بتعذب اول دور دورين، وهو قلت لك بسبب تبديل النمر، بس لا اقطع فيه هالدور، بعدين الامور ان شاء الله سهلة. تمام، وهيك كل القطبتين مع بعض. ولا اخر الدور رح اكمل الدور للاخر، وبشوفكم بالدور ان شاء الله الاسهل بالشغل. خلص دور القفا، ويعتبر خلص ان شاء الله الادوار المتعبة خلصت. منباشر اول قطبة سحب، وبعد هيك بكل قطبة صار واضح هوني هذا الخيط اللي بين القطبتين. تحط السيخ بهالشكل هيك، هاي الخيط. تمام، وبتاخدي قطبة وبتطالعيها، تخليها تاخد راحتها، ما بتشد الخيط، تخليها تاخد راحتها وبتسحب اللي بعدها. تمام، اللي بعدها سحب. شوفي اذا رخيت القطبة، يعني اذا فتحت هيك زيادة القطعة بس مشيتي فيها لقدام بتفتح بالعرض، فبدك تحاولي انه كل قطبة تكون كل قطبة واختها مثل ما بنقول، يعني نفس السحبة نفس السحبة، بحيث انه لا تفتح كتير معانا القطعة ولا كمان تشد بعد ما نغسله، وهيك تصير شقفة واحدة هيك ما في طراوي نهائيا، بدنا فيها مرونة نحن. تمام، اخذت قطبين، هلا بين القطبتين بالدور اللي قبل باخذ قطبة بسحبها، بسحب القطبة بين القطبتين باخذ قطبة بشتغلها، بسحب اللي بعدها بين القطبتين. شايفة؟ بس فقط هي هي القطبة. أول دور متعب حقيقة متعب، وتقصدت أفرجيك إياه على تعبه، لأني يعني تبديل نمر إجباري يعني، لكن بعدين القطب سهلة سهلة فوق، يعني رح تتفاجئي بالنقشة وأنت عم تشتغليها. شايفة؟ هيك فقط.
هكمل الدور للآخر وأفرجيكي دور الأفا. خلصنا كمان دور الأفا هلأ، وعلينا الدور عفوا دور الوجه، وعلينا بدور الأفا. أول قطبة مسحوبة، شوفي واضحة كلتين القطبتين مع بعضهم واضحات، هدول هني. شوفي الدور ما أسهله، كلتين مع بعض. عمليا القطبة عم تزيدي بدور الوجه ورا كل قطبة قطبة، وبدور الأفا عم تاخدي كل قطبتين مع بعض، وعم يطلع عم تطلع النقشة اللي عم يعني اللي بدنا نشتغله. شايفة كتير سهلة، كتير ممتعة بالشغل، تنجزي فيها بدون ما تحسي حالك مليتي. وللمبتدئات بتوقع انها كتير سهلة، بس يعني بنصح انك بدك تشتغلي فيها، اشتغلي بخيطان رفيعة لحتى تعطيكي سماكة حلوة. يعني بفرض خيطك بينشغل على الأربعة أو الخمسة، بدك تشتغلي على الثمانية، والثمانية كتير سميك. يعني هكمل أنا هيك، بدي أضل أشتغل لحد ما أوصل لعند الحد. لهون بدي أنهي معكم الفيديو، بتمنى إني يعني كل شي يكون واضح لهلأ. برجع بتشكركم مرة تانية، وبتمنى عليكم إذا عجبكم الفيديو تعملوا لنا لايك وتشيروا الفيديو لحتى يستفيد الجميع. وشكرا لكم، وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.